يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الاقتضاء، ذكر الإجماع على أن من سب أي نبي من الأنبياء في حال نبوته أنه كافر، فهل سب أي نبي مما يعلم من الدين بالضرورة ويكون صاحبه كافرا، أو هو من المسائل التي قد تخفى ويعذر صاحبها بجهل؟ النبي من سبه فهو مرتد، يقتل ولا يستتاب، بالإجماع هذا، بالإجماع يقتل ولا يستتاب، وهو مرتد عن دين الإسلام، ولا يجهل هذا أحد، هذا ما يجهل أحد. هل مسبة الله يجهلها أحد إنها الحال؟ كذلك مسبة الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يجهل أحد إن مسبتهم كهر وإلحاد. نعم.